الآن معنا عبر اتصال هاتفي الفريق الدكتور توفيق الياسري، وهو محلل عسكري وسياسي. دكتور توفيق، أهلا بك. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني اللي تحقق من ساعة الشروع في بداية العمليات تعرض على أول قصبة من محافظة نينوى، حقيقة كان فخر كبير للقوات المسلحة وللشرطة الاتحادية وللحزب الشعبي وللحزب العشائري وللحزب الوطني ولكل الاخوه المتطوعه ونذروا انفسهم بتحرير الارض وتحرير العرض من داعش ومن ظلم داعش. فهذا يمكن مؤشر على ان هنالك اصرار على النقض، اضافه الى هذا ان هنالك دقه في وضع العمليات واداره ناجحه تواجد القاده والعاملين على راس قطاعاتهم في محاور العمليات. هذه قد مؤشر رائع يؤكد حرص العراقيين وحرص القوات المسلحه العراقيه وحرص قياده العمليات المشتركه والقياده العليا على ان يتحقق النصر باقل الخسائر وبوقت قياسي فعلا. التوقيتات اللي كانت محدده في خطه الحركات تجاوزت العمل الفعلي الميداني، تجاوز التوقيتات المقرره وحققت انتصارات ونجاحات في مختلف قواطع العمليات في وقت قياسي. الخلاف مختلف، اكو طبيعه جغرافيه تختلف، الطبيعه السكانيه تختلف، التركيبه الاجتماعيه تختلف، التضاريس والمنطقه تختلف، طبيعه المعركه معركه نينوى تختلف عن طبيعه المعارك الاخرى اللي خاضتها القوات العراقيه في مختلف قواطع العمليات. هذه تعتبر اخر معركه، تعتبر المعركة المصيرية بالنسبة للقوات العراقية بالنسبة لعناصر داعش، لأنه داعش هذا هو آخر منعطف لهم، آخر ميدان لهم يخوضون بمعركة مصيرية. أما النهاية وأما أن يحققوا النجاحات وهذه استحالة، لأن النتائج اللي تحققت لحد هذه اللحظة تأكد وتشير إلى أن هنالك حالة من الانهزام وحالة من التداعي وحالة من الانهزام. وبالتالي عمليات التسليم وعمليات القتل المنظمه خلال المواجهات مع القوات العراقيه وانهزام كثير من قاده الخط الاول لداعش خارج حدود نينوى، وهذا خارج حدود العراق الى باتجاه الروسة، هذا يؤكد ان سير العمليات وسير المعركه تتحرك لصالح الجانب العراقي. لذلك اكو بكل معركه اكو هنالك خصوصيه، لانه اكو وسائل واكو اسباب واكو استعدادات واستحضارات تفرق من طبيعه معركه الى طبيعه معركه اخرى. المؤشرات الاوليه واضحه باتجاه الفكر الكامل لتفاصيل داعش وعناصر مختلفه في كل قواطع العمليات. النتائج اللي تحققت على ايدي المقاتلين العراقيين الاطفال لحد هذه اللحظه تبشر بكل الخير، وهي حقيقه تجاوزت كل التقديرات الاوليه بسير المعارك والتوقيتات المحدده لتحقيق نتائجها. تجاوزت التوقيتات المحدده في خطط الحركات اصبحوا داعش وقطع ناصر داعش بين حكايه الكماشه داخل قصبة الموصل. تعتبر المحاولة أصبحت حققت كل أهدافها وتم تطويق الموصل وعزلها، وبالتالي أخذ صلاح مدينة الحزم باتت وثيقة الوقوع إن شاء الله. المناطق المحررة يفترض أن تكون عزلت عناصر داعش، تبقى هنالك احتمالات كبيرة بأن تحاول داعش جهد الإمكان أن تستخدم الهرمات وتحاول أن تلحق خسائر بالقوات اللي قامت بعمليه التحرير من معظم الاحياء في مدينه الجانب الشرقي. لكن هذا اعتقد ما راح تثني قواتنا ولا تثني اطفالنا، حاله من التفاعل رائعه جدا بين المدنيين في المناطق المحرره وبين القوات، خاصه جهاز مكافحه الارهاب اللي قامت بتحرير معظم الاحياء في مدينه الموصل في الجانب الشرقي. اهتمام رائع واستقبال عظيم واستعداد للتضحيه الكبير.